بعدنا معكم مشاهدينا متابعين لقاءاتنا عبر سكايب. ضيفنا التالي الباحث وارفق ميحه. صباح الخير. صباح الخير لك ست نيراي ولكل مشاهدي قناة الاو تي في. اهلا وسهلا فيك. اليوم تحديدا استاذ وارف بدنا نحكي عن الذكرى 49 سنه للعلاقات اللبنانيه الصينيه الدبلوماسيه كمان، ويعني كيف صار في انفتاح خلينا نقول اقتصادين بين الشرق الاوسط والشرق الادنى. صحيح، يعني بصادف اليوم هو ذكرى 49 سنه على توقيع العلاقات الدبلوماسيه بين لبنان والصين. يعني هذا اليوم بعتقد الاطلاله لازم يعني نوضع مثل ما بقول الاصبع على الجرح ونقول نحن وين على خريطه العالم في ظل الاتفاقيات الدوليه ومبادره الحزام والطريق اللي اطلقها الرئيس الصيني في عام 2013. شو هي يمكن الفرص الضائعه اذا فينا نقول، وشو التحديات اللي امامنا يلي ممكن نرجع نستعيد دورنا كلبنان كصله الوصل بين الشرق والغرب مثل ما كان يقال؟ يعني كيف بدنا يعني نضوي اكثر على هيدا الموضوع استاذ وارف؟ وكثار من اللبنانيين يمكن ما بيعرفوا شو اهميه هالاتفاقيه اللي صارت، يا ريت كمان تحطنا بصوره اكثر تنفهم وين كان ممكن نصير وشو هي الفرص يلي مثل ما حضرتك ذكرت ضيعناها. نحن خلينا بس هيك نعطي شوي اطار تاريخي. نحن العلاقات اللبنانيه الصينيه ترجع لعهد طريق الحرير القديم، يعني بنحكي عن 200 او 300 سنه، 2200 سنه قبل الميلاد، ل عفوا يعني 200 سنه ما قبل الميلاد ل 200 سنه بعد الميلاد. فالعلاقه مش علاقه جديده نحن والصين، يعني ما بلشت علاقه بالسنه 1955 وتوقعنا اتفاق تجاري احنا يوهون، او بالسنه ال 71 وتوقعنا اتفاق العلاقات الدبلوماسيه. يعني كنا بنعرف نحن في طريق الحرير القديم كانت هذه القوافل اللي تجي من الصين عبر اسيا الوسطى مرورا يعني بايران والعراق وتدمر ووصولا لدمشق، ومن ثم تطلع باتجاه اقصى جنوب الليطاني وتروح بمسار على مرفق سور. كانت هذه القوافل تقطع بحدود 6700 كيلو متر بكل الظروف المناخيه الصعبه ليكون هذا صله الوصل من مرفق سور الى اوروبا وبالتحديد الى فينيس مدينه ايطاليا. نعم. فهذه العلاقه التاريخيه كانت موجوده قائمه، كانت هذه الشعوب هي ملتقى حضارات كانت متواصله تستفيد من بعضها. نحن حاليا في مبادره اطلقها الرئيس الصيني في عام 2013. لبنان كان من الدول اللي بعام 2017 وقع على هذه المبادره من خلال اتفاق مذكره تفاهم. هذه المبادرة أهميتها أنه بتشتغل على مبدأ الكسب المشترك أو وين وين سيتويشن، بالتالي ما فيها غالب ومغلوب. هذه مبادرة أنت بتنضم لها بتستفيد من كل الفرص المتاحة بالتساوي مع كل الدول كمان الموجودة منضمة لها. هذه المبادرة بتحكي عن إعادة إطلاق طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير القرن الحادي والعشرين البحري، وعم نحكي عن مبادرة بتهدف لإحياء وتطوير طريق الحرير التاريخي. بيشمل هذا المشروع هو تشييد شبكات من الطرق وسكك الحديد وأنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية، بنحكي عن الإنترنت، عن مختلف البنية التحتية. وهذا الطريق الحرير البري بيتكون من يعني من 3 طرق برية وطريقين بحريين. لبنان مثل ما بنعرف كان ولا يزال هذا يعني صلة الوصل كما يقال. في فرص لأن كثير نحن ما قدرنا تلقفنا الانفتاح الصين علينا، وممكن نحكي هلا شوي الأسباب الداخلية كانت أو بعض الاعتبارات الشخصينية زي ما نسميها عند بعض من هم في بعض مواقع السلطة. بالرغم أنه إذا نحكي حتى شوي أكثر، يعني في ناس كانت بتخاف تنفتح على الشرق أو على الصين حتى ما يزعل حدا من الغرب. وبالرغم نحن بنعرف انه في عدد كبير من الدول العربيه الشقيقه اللي هي يعني صديقه للغرب او صديقه للولايات المتحده الامريكيه تمثل حجم التبادل التجاري بيناتها عشرات المليارات الدولارات، وما كان عندها اي محاذير من الانفتاح على الصين. ولكن نحن بعدنا بلبنان بعد بناخذ الامور على مستوى شوي شخصي او على مستوى الحفاظ على بعض المواقع السياسيه او المواقع السلطويه، بنقول احنا ما بدنا ننفتح على الصين حتى ما يزعل حدا طرف اخر. لا، الصين ما مقدمه حالة
ولا بأي وقت من الأوقات هي عبارة عن كتب أحادي أو كتب صينية. الصين تدعي لعالم متعدد الأقطاب على طريقة، ومن هون كانت إطلاق المبادرة في عام 2013 الحزام والطريق. الصين عرضت مشاريع كثيرة في لبنان، وبتخطط يعني تخطط ل 11 مليار دولار، يعني حسب الأرقام اللي احنا اللي متابعينها، في مشاريع متعددة بموضوع سكك الحديد، موضوع الغاز والنفط، موضوع الطاقة المتجددة، في مشروع تشييد نفق اللي بيطلع من بيروت للبقاع، أطلقت صار في توقيع اتفاقيات لإقامة مناطق صناعية في عدد من المناطق اللبنانية. وبتعرف نحن وقت بنشتغل على إنه تحويل لبنان من منطقة، يعني بمعنى من اقتصاد استهلاكي ريع، لاقتصاد اقتصاد ريعي ريع لا لاقتصاد صح، لا منتج اقتصاد منتج. فهذا كانت من ضمن الامور اللي صار في توقيع مذكرات تفاهم هونيك. وحتى نحكي كمان، يمكن بالتحديد يمكن من يومين كمان، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وافقت على مشروع قانون كمان في التعاون الاقتصادي والفني مع الصين بقيمته بحدود ال 14 مليون ونص دولار. هذا المشروع، هذا الاتفاق هو كمان يجدد بشكل سنويا، ويعني يوقع بشكل سنويا تقريبا على بفوائد صفر وعلى فترات سماح في بالتسديد القرض، ومن ثم فترات طويلة لتسديد الاقساط. وحيكون ريع هذا او بمعنى حيخصص هذا القرض لمواجهه ازمه الكورونا ودعم القطاع الصحي. هذا عم نحكي على الشيء بيذكر انه من خلال يومين صار هذا الموضوع. بينه وبين الصين في خلل بالتوازن التجاري وخلل كبير. في عندنا عجز هلا باول 8 اشهر بعام 2018، عم نحكي عن عجز بحدود ال 430 مليون دولار، بوصل لاقصى بحدود 2.5 مليار دولار بعام 2014. دائما في خلل موجود، بالرغم انه اتفاقيه التعاون اتفاقيه الاتفاقيه التجاريه بين لبنان والصين وقعوها ب 1955 ايام الوزير الخارجيه لحود. كان يعني احد بنود الرئيسيه انه ينعمل على انه يكون في تبادل تجاري وما يكون في خلل بميزان المدفوعات اي لصالح اي من الطرفين. نحن من سنه ال 55 لهلا، ما يعني وخلينا نقول اكثر كمان، من يعني من خلينا نقول من 93 كمان لهلا، كان في دائما في خلل بميزان المدفوعات بين او ميزان التجاري بيننا وبين لبنان والصين. الصين عم نحكي حكينا في مشاريع. طب ليه ما تم الالتزام يعني استاذ وارف بهول الشروط، انه ما يكون في حدا اكثر من حدا، يعني هو حدا متفوق بدك تشوفي نحن كيف كنا سياسة نتعاطى مع دايما؟ أيه. كيف كنا نتعاطى مع الصين. الصين طرحت مبادرة اللي نحن ب 2013 ل 2017 وقعنا عليها مذكرة تفاهم. اوكي، يعني ان تأتي متأخرا خيرا لا تأتي ابدا. نعم هذه اتفاقية التعاون هي كمان تشتغل على التنمية المحلية، يعني وقت تجي يعني بمعنى الصين بدها تعمل هذه الخطوط البرية والبحرية من الصين إلى العالم، فبالتالي هذه الخطوط حتمتد وحتعمل نوع من التنمية المحلية بالمناطق اللي هي حيمرق فيها هذه الخطوط البرية والبحرية. فبالتالي هذه الفرص نحن ما استفدنا منها. في عندنا كان موضوع إعادة إعمار العراق أو إعادة وكمان إعادة إعمار سوريا، كان في مشروع لسكك الحديد ولا يزال المشروع قائم من طرابلس الى حمص وربطه ثم بالعراق. في مشاريع كثيره انطرحت، نعرف مشروع النفط والغاز، مشروع حتى الطاقه. نحن بنحكي نحن يمكن جزء اساسي من مشاكلنا الاقتصاديه باللبنان هو موضوع الكهرباء. الصين طرحت بناء عدد من المحطات الطاقه توليد الطاقه والكهرباء، وبمشاريع مموله على طريقه البي او تي، يعني بمعنى تجي الصين بتمول المشروع بتبنيه وبتديره وبتستفيد منه لفتره معينه بعدين بتحوله للقطاع العام. حتى كان في مشاريع كانت اقترحوا انه كمان انه يا جماعه كمان انه يخي بس يطلع الغاز والنفط فيكم تردونا مصرياتنا، يعني حتى وصلت معنا هذه بعض التسهيلات لهذا الامور. للاسف بعدنا ما عم نقدر، هذه فرص ضائعه فينا نردم هذه الهو الموجوده في ميزان المدفوعات اللي هو لصالح الصين من خلال الاستفاده من هذه بعض الاستثمارات الصينيه الموجوده. في عقبه اساسيه انه الصين تتعاطى مع الدول من دوله لدوله، بتتعاطى على وفقا الاطر المؤسساتيه والقانونيه، ما بتتعاطى بمعنى انه من تحت الطاوله وانه
معك لنمارس هذا المشروع، يعني بتعرفي في طريقه نحن كمان متعودين عليها شوي للاسف نعم يمكن بلبنان في المرات يعني عفوا استاذ وارف، حضرتك عم تحكي قد ايه انه هن قدموا تسهيلات وتقديمات ونحن صحيح اللبنانيين بنضل ناطرين مساعدات من برا، بس ولا مره صحيح فكرنا انه نحن اللبنانيين اللي عملنا هيك بحالنا، يعني ما كان ناقصنا شيء، وفي عنا موارد طبيعيه بتجنن وعنا كل شيء كان عن جد يعني كثير منيح. دايما ما بعرف ليش بنحب هيك يعني نستعطف الاخر ونمد ايدنا للاخر وما بنعرف نضب ايدينا او نصوب على الفاسد. مش معقول هالكم الكبير من الفساد يلي وصلنا لهون وبعد لحد هلا بنخاف نقول الاسم. صحيح صحيح. للاسف يعني اللي صار بمرفأ بيروت هو الشاهد على اكبر شاهد على الاهمال والتسيب والفساد. لحد هلا نحن بعد 3 اشهر تقريبا ما في عندنا حدا بيتحمل مسؤوليه شو اللي صار بالرغم من كل لا، والمساعدات اللي اجت كمان اللي كيف اجت كمان انحطت وتوضبت واختفت منا، يعني عن جد هذا موضوع يطول البحث فيه. الصين تطلب دائما بشكل اساسي يا حكومه لبنانيه تفضل تفضلي اطرحي مشاريع بشفافيه ضمن مناقصات دوليه ضمن دفتر شروط واضح، والشركات الصينيه جاهزه. وانا كنت كشخص ك يعني ككوني بما امثل كرئيس جمعيه طريق الحوار اللبناني الصيني كان لنا بعض المساهمات المتواضعه من خلال تقريب بعض وجهات النظر بين رجال الاعمال الصينيين والقطاع الخاص اللبناني او بطريقه من الطرق. اجتمعنا في وفود كثير اجت على لبنان، اجتمعنا مع التقينا مع عدد من القطاع الخاص بلبنان. الشركات الصينية جاهزة لتقدم كل الخبرات، وبتعرفي الصين يعني بوصلة العالم. الصين ما عم نحكي عن الصين القديمة، في الصين نعم موجودة هلا. التطور التكنولوجي والتطور العمراني، الصين قضت على الفقر بعام 2020 عندها زيرو فقر. يعني فينا عم نحكي عن الصين اللي كان فيها كانت بالفترات مجاعه، نحن عم نحكي اليوم زيرو فقر، عم نحكي عن تنميه في الداخل الصيني والارياف الصينيه، وصلت للقطارات والمطارات حتى التجاره، حتى المزارع في الصين ببيع بضاعته على الانترنت. يعني احنا شو بيمنع يكون مزارع في سهل عقار او في سهل مرج عيون او سهل البقاع يحط منتجاته اونلاين ويبيعها؟ لانه هونيك عم قدروا يعملوا بنيه تحتيه انفراستراكشر بموضوع المواصلات والاتصالات، قدروا يعملوا التنميه داخل المناطق الداخليه، ما ركزوا فقط على المدينه انه هي تكون فقط العصب التجاري. شفنا هلا نحن انهارت المدينه ببيروت، انهار اقتصاد البلد، وانهار القطاع المصرفي اللي هو اصلا كان قائم على 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 قطاع ما معروف لأي أس أو أي قوانين بالعالم بيركب عليه هذا القطاع الهجين اللي كان موجود. نظام الاقتصاد الحر اللي كنا نتغنى فيه تبين هو أكثر نظام اقتصادي متوحش للأسف على هذا التعبير. بس كمان أستاذ زوارف، يعني نحن في حرب شنت علينا، مش هيك انهار وحده بالتأكيد كمان، بالتأكيد يعني ومش بالتأكيد. هالقد نحن القطاعات كانت عنا هيك هجينة، لا صار في بالتأكيد. حرب كتير قوية، ضروس مثل ما بيقولوا، حتى لو ما شفنا أزايف فيها، بس صحيح. هالكم الكبير من القصف يلي بعده موجود لهلأ كمان مش طبيعي. بس المزعج أنه مع كل هالمصايب عادة المصيبة بتجمع بتوحد، نحن كرمالنا عم نتفرق بعد أكتر وأكتر. للأسف يعني بعتذر هذا التعبير، مثل بيقولوا في مثل شائع بيقول دود الخل منه فيه. صح، مظبوط. نحن دائما بنقول انه ايه في مؤامرات دوليه، مؤامرات اقليميه، لبنان ساحه البريد، لبنان صحيح، بس بالنهايه كمان هذا الساحه ما هو له ادوات، ما احنا ادواتها. صح صح. فبالتالي احنا عم نقول يعني اي اعتبارات موجوده عند اي اطراف سياسيه، يعني اذا ما كان في منفعه لها على مستوى خلينا نقول للتخزين مناطقي او طائفي ما بتمشي او مصلحه المشروع خاصة، اكيد ما بتمشي المشروع. فبتلاحظ هذا النظام مركب، نحن عم بحكي هذا النظام مركب انه هو يعرقل حاله بحاله. فالسيستم وقت اللي بيكون بمعنى يتم تقاسم الغنائم او المنافع او الصفقات بيمشي السيستم، بيتعطل وقت بتتعطل اقتصام الغنائم. انا ما بدي كثير فوت هلا بموضوع يعني الموضوع الفساد، انا عم بقول في امامنا فرص، في تحديات، الصين غير معنيه بس بكل. اذا ما تزبطت هلا هالطبقه استاذ وارس، كيف بده يمشي الوضع؟ يعني ما بعده لهلا كمان بدهم يتقاسموا ولا لا؟
ولا مش الحال انت شايف؟ لا 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 طبعا انا يعني انا عندي راي اخر بالنظام كلياته، نعم نظام هذا كان في نحن ناطرين النيزك ما بيقول التعبير اللبناني، يعني بدك تشيل بدك تشيلي كل شيء بعدين تبلشي. لا بس في قصص نحن خلينا نحكي بشكل موضوعي، في اليه معينه موجوده، في بنحكي عم نحكي عن قانون انتخابات، بنحكي عن حكومه حياديه مستقله بتقدر تعمل مرحله انتقاليه، بتعملي قانون انتخابات عادل دولة مدنية، بتبني مؤسسات على أسس وركائز أساسية مواطنية وليس طائفية ولا زبائنية، في 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 مثل موجود بكل دول العالم موجود، احنا ما بنختلف، يعني احنا بنقول لبنان بلد الحرف والمنارة الشرق، فلا بالعكس نحن عندنا طبقة سياسية فاسدة، ولكن عندنا مواطن لا يزال نحن ومثل أمثالك يؤمن بهذا البلد. نحن وقت عم نحكي عن الصين ما عم نحكي عن ما عم نتغنى بدولة لأنه ضمن سياسة المحاور، لا نحن عم نحكي نعم عن مش عم الصين. مش يعني عم نعمل نكاية بحدا تاني لا إذا لا حكينا عن لا لا الصين. للأمانة للأمانة أنا باحث مختص بالشأن الصيني من 17 سنة ورئيس نعم جمعية فريق الحوار بين الصيني، مؤخرا كان السنة الماضية الناس بلشت تحكي عن الصين أو توجه شرقا، أنا عم بحكي من 17 سنة يا جماعة في فرص موجودة خلينا نستفيد منها. عرضنا بعض المشاريع اللي ممكن يكون في تعاون نحن بين لبنان والجانب الصيني، حتى كمان مدام ري المبادرة الحزام الطريق في 130 دولة ومنظمة دولية منتسبة أو منضمة لها، فبالتالي احنا حتى العلاقة مش حتكون فقط مع الصين، يعني إذا في عندنا نحن آسيا الوسطى كازاخستان أوزبكستان، إذا عم نحكي عن كل هالدول المنضمة للمبادرة حيكون في شيء اسمه وين وين سيتويشن، يعني بتفتح لك نوع من خطوط العلاقات التبادل التجاري مع هذا الدول كمان، مش فقط تبادل يعني بمعنى مع الصين، يعني مش نعم محصوره فقط اتفاقيه، هذا الاتفاقيه فيش مكافاه قوى الاعضاء، وقلت لك ما فيها اذعان، يعني انت بتفوتيها بارادتك ووفقا لمصالح مشتركه وكسب مشترك بين كل الاطراف، وهيدي كمان اتفاقيات كمان عم نحكي ثقافيه، عم نحكي اتفاقيات اجتماعيه اقتصاديه بمتعدده الجوانب. الصين السنه الماضيه يعني بعام اواخر عام 2019 تم وضع حجر الاساس لبناء الكونسرفاتوار الوطني على دبي بقرض او بمنحه عفوا بهبه من الحكومه الصينيه بلغت 60 مليون دولار. يعني هذا نوع من الهبه اللي قدمت الصين في موضوع الثقافه، هذا موضوع كان مش هين، بتعرف نحن بلبنان بلد منارة ما حكينا منارة الفكر والثقافي والفن، هذا بعض الجوانب ممكن الواحد يتعاون فيها. هذا اذا عم نحكي فقط عن البنيه التحتيه، عم نحكي عن بناء الانسان من خلال الثقافه. في كثير مشاريع تقدمت قدمتها الحكومه الصينيه، حتى الصينيين حتى في جنوب لبنان في قوات حفظ السلام، في مجموعه من 410 ضباط وافراد من عام 2006 موجودين بجنوب لبنان. فبالتالي التعاون من الصين موجود في انفتاح، ولكن بدنا مين بلبنان يتلقف هذه المبادرات الصينيه ونكون على بمعنى انه مصالحنا مصالح لبنان تعلو عن مصالحنا الشخصية والخاصة. إن شاء الله يعني طالما في حلول موجودة ونحن بإيدنا أنه نختار أو لا، إن شاء الله يكون في وعي عند المسؤولين وحس المسؤولية، هيدا الشيء اللي كنا عم نطالب فيه، والشعور بأنه المصلحة مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، هيدا الشيء اللي نحن بنتمناه ومنسعى له وعم نفتقد له للأسف، لأنه عم نشوف كيف كتار عم بيبددوا مصالحهم الخاصة على مصلحة لبنان واللبنانية للأسف. رح بيكون إن الله راد عنا معك لقاءات أخرى أستاذ وارف، أنا بدي أتشكر حضورك معنا وطالتك معنا عبر سكايب. كيف بتحب تختم؟ تفضل. بدي اختم بس ب يعني بهيك هيك عباره صغيره، يمكن نابليون بونابارت قال بطريقه هيك غير مباشره انه أو بمعنى خلينا نقول إنه يعني اللي عندما تستيقظ الصين يهتز العالم. هذا كان قايلها يعني منسوب لنابليون بونابارت. أنا في أقول إنه الصين استيقظت وأيقظت معها كثير من الدول النامية ومنها الدول العربية، ولبنان آن وقت له مثل ما يقول كما يقال طائر الفينيك يرجع يقوم من تحت هذا الرماد، ويرجع كمان يحتل المراتب العربية والعالمية اللي كان متفوق فيها ببعض الجوانب والقطاعات. نحن إذا فقط ركزنا على السياحة الصينية في لبنان للأمانة كل ما نزلنا وبيوتنا ما بتقدر تستقطب وفود السياحية الصينية، فكيف عن قطاع الفندق؟
فعم نعطي مثل صغير، نعم خلينا نحن نفكر وين مصالحنا، خلينا نرجع نعيد شوي بنظامنا الاقتصادي القائم. يعني انا ما بدي غير نظام اقتصادي، ولكن خلينا نقول شو الاولويات اللي بدنا نقولها، نخلص من النظام الريعي الزبائني ونطلع للنظام الاقتصادي المنتج والصناعي نعم والزراعي إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله. هيك يعني ختمة مع أمل إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ وارف. مشاهدينا بناخد فاصل وبنرجع.